موجز العاشرة من الأو تي في، أهلا بكم. ذكرت صحيفة الجمهورية نقلا عن زوار عين التيني بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يشعر بالغضب الشديد جراء الإشكالات التي وقعت بين بلدتي مغدوشي وعنقون، مؤكدا رفع الغطاء عن كل متورط فيها ومشددا على ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات الأمنية لضبط الوضع على الأرض. ونقل الزوار عن رئيس بري قوله أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه لبنان أدى إلى تفلت الغرائز لدى البعض، مشيرا إلى أن تشكل الحكومة أصبح أكثر من ضروري لوقف التفلت والتفتت. لفتت قيادة الجيش في تصريح على مواقع التواصل في الذكرى الرابعة لمعركة فج الجرود إلى أننا نستذكر شهداءنا الأبرار الذين حولوا بدمائهم الذكية الجرود المستباحة إلى واحة حرية بزغ فجرها من جديد. انتصرنا على الإرهاب وسنبقى متيقظين لخلاياه التي تحاول استغلال وضع وطننا الحالي للظهور مجددا. أيضا في أخبارنا، نفت بلدية مغدوشي وفعالياتها الأخبار المتداولة عن نية الأهالي الذهاب إلى التصعيد، وإذ شددوا على تمسكهم بإجراءات الجيش وبالقانون، أكدوا على ما خلص إليه اجتماع مفتي صور وجبل عامر المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل الشيخ حسن عبد الله وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلي حداد وكل من النائب ميشيل موسى ورئيس البلدية المهندس رايف يونان بضرورة محاسبة كل من ساهم بتوتير الأجواء وبين بلدتي مغدوشي وعنقود. كما نفت بلدية مغدوش الأخبار التي تم ترويجها عن منع النائب ميشيل موسى من دخول البلدة، وأكدت أنه كان حاضرا على خط إعادة الاستقرار إلى البلدة. بهذا نأتي إلى ختام موجز العاشرة، شكرا للمتابعة.